المنتخب الوطني يواصل التحضير في دبي لمواجهة الإمارات وديا. نشاهد. مجرد إعادة الشفاء للاعبين لأنه كانوا أكثرتهم عاجين من قبل يوم مباراة الدوري العراقي، لذلك كان ريكوفري لجميع اللاعبين. كان تدريب أيضا فقط اقتصر على أنه يمكن حوالي 20 دقيقة ركض حول الملعب بالإضافة إلى تمطية وتدريب بعض اللاعبين اللي ما اشتركوا بمباريات الدوري على حدة. اليوم هي الوحدة التدريبية الفعلية، أعتقد نحتاج هكذا تجمعات لأنه فترة طويلة ابتعدت المنتخبات الوطنية عن المنافسات. نكون أتحسن ضمن الجماهير وعدنا استحقاقات وإن شاء الله نوعد الجماهير نكون أتحسن ضمن الجماهير إن شاء الله. أنا فرحان بالجاي المنتخب، مثل كل واحد يعرف الظروف هسه بالعالم موزنة، وكنت مصاب آخر مرة آخر مجمع، فرحان بالعودة وإن شاء الله هاي المباراة مع الإمارات نقدم مستوى زين ويعني تفيدنا بالمستقبل لتصفيات الكأس العالم.